يا جماعة انا رجعت تاني عشان الصوت كان فيه مشكلة في اللايف الاولاني، فممكن بقى تقولوا لي اول حاجة الصوت مظبوط كده ولا لا، عشان بتكلم الايربودز عرفوني الصوت مظبوط ولا لا. بعدين في حاجة غريبة شوية انا بس عايزة اقولها، ان في شوية ناس بتقولي كومنتس، يعني انا يعني في بس شوية كومنتس ضايقتني اني كنت شايفاها. انا عادة مش بهتم بالكومنتس السلبية، انا كراشة عادة شخص ايجابي جدا ومش بهتم خالص بالكومنتس السلبية، بس انا عندي بس بوينت محددة، طالما حد مش بيحب طريقتي او مش بيحبني او مش، طب خلاص بتفرجوا عليا عشان تقولوا لي كومنت سلبيه؟ طب بتضيعوا وقتكم ليه؟ يعني ما اعتقدش ان اتس جود بوينت انه تضيعوا وقتكم عشان تتفرجوا على حد انتم مش بتحبوه. في 6000 شخص اخر يعني بيتكلموا عن الابراج ممكن تتفرجوا عليهم. انا يعني ام نوت انترستد ان حد يكون مش بتفرج عليهم ومش معجب بيا. فيعني انا مش برد عاده، يعني في ناس بترد بس انا مش برد على الاشخاص اللي هم النيجاتيف اللي ممكن بيقولوا يعني نيجاتيف كومنتس. بس عادي. طيب نرجع تاني، يبقى انا قلت دولت اكتر 7 ابراج انا بشوفهم اتراكتيف. بس في حاجه عايزه اقولها، يعني برج الحوت في الستات يعتبر برضو من الابراج الجذابه جدا جدا، والابراج الواثقه في نفسها قوي قوي، والابراج اللي عندهم حضور جدا في الستات بالذات. يعني الحوت انا هقولهم ذا موست اتراكتيف في الستات، يعني ده حتى البرج الوحيد اللي عمرو دياب عمل له يا عمر ما تعدي يا عمر ده خراشي. هو يعني البرج الوحيد اللي عمرو دياب قرر يعمل لهم اغنيه يعني برج الحوت يعني. ف بس انا بقى تعالوا اقول لكم مين هم ذا موست اتراكتيف هورسكوب او زودياك ساين بالنسبه لي. انا هقول اكتر 3 ابراج جذابه جدا بالنسبه لي. عمر بس يا هوني عمر خلص اهين معلش يا جماعه، اصل انا عمر يعني ابني لازم تستحملوه، هو جزء من حياتي واللي بيحبني يحب عمر ابني. هو عمال بيتفرج عليا من جنب. هاي عمر، هو جايبنا احنا الاثنين. ممكن تدعيني الفيديو؟ لا مش هدخلك، انا هخلص الفيديو نبقى ندخل في فيديو تاني. فانا بالنسبه لي the most attractive اكتر 3 ابراج بالنسبه لي، انا top 1 عندي حمل، بعد كده عندي عقرب، بعد كده تورس. دولت اكتر 3 ابراج انا بشوفهم بالنسبه لي the most عمر the most attractive، يعني اكتر 3 ابراج جذابين بالنسبه لي. طيب تعالوا بقى نرتبهم ستات ورجاله، مين اكتر 3 ابراج جذابين في الرجاله؟ يعني جذابين في الرجاله طبعا عقرب، رجل العقرب جذاب جدا، رجل الحمل ورجل التور. برضو رجل جدي اتراكتيف جدا على فكره، انا بعتبره جذاب جدا. في الستات التور، ست التور جذابه جدا، عذراء جذابه جدا، دلو جذابه جدا جدا، جوزاء جذابه جدا. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، بليز تعملوا شير بقى واعملوا منشن للناس اللي انتوا شايفينهم بينتموا الى هذه الابراج. طب في ناس طبعا بدات تزعل وانا شايفه دلوقتي حالا الناس بدات تهجم عليا. تعالوا لكم على نقطه يا جماعه، هو انا لما باجي ارتب الابراج ببقى حاطه برج معين في دماغي؟ عشان الموضوع ده بيستفزني جدا. اكيد انا مش بكره ابراج معينه، عشان انا بلاحظ ان بيحصل لي هجوم ابن لذينه ان انا اقول الترتيب. لا هو انا بقول الترتيب بمصداقيه وبصدق، فمش عايز الناس تيجي تزعل مني، وده ترتيب عن دراسه. يعني انا مش بقول بقى انا بحب برج العقرب احط برج العقرب، انا بكره برج فانا بقى هشيله خالص. This is not my personality نهائي، وانا مش بعمل كده ماشي، عشان باجي الناس يقولي انت بتكرهي برج كذا، انت بتحبي برج كذا خالص. يعني انا بالنسبه لي على فكره، عشان بس الناس عماله تقولي انت ليه بتكرهي برج الاسد، انا مش بكره برج الاسد، برج الاسد اتراكتيف، بس انا الابراج اللي انا قلتها ديت اتراكتيف اكتر منه. طبعا برج الاسد كاريزماتكس وكاريزماتك قوي يا خرب والله هلطم على وش يعني، وهما اتراكتيف كل حاجه، بس حمل اكتر من الاسد، تورس اكتر من الاسد، فيرجو اكتر من الاسد. يعني انا بحاول اكون، بس الاسد طبعا they are too كاريزماتك، يعني هما مش اتراكتيف بس كاريزماتك. يا ابني خلاص بقى، ما انت بتكره برج الاسد وانا كمان. انت بتكره برج الاسد ليه يا مانتي؟ انت عارفه يا لهوي ابني طلع بيكره برج الاسد يا جماعه. لا ده احنا الموضوع لازم عمر بطل تشد الطرحه بتاعتي، هي ناقصه. تعالوا يا جماعه نعمل انا قلت الميزان صح، الميزان برضو الراجل الميزان اتراكتيف اكتر من الست. لا هما الاثنين جذابين، بس الراجل الميزان اتراكتيف. لا بس انت ليه بتكره برج الاسد يا توتي؟ انت عارفه؟ لا والله ما عارفه، قولي بس. شمرنا او ماي جاد، ده طلع ابني بيكره. طب وانت بتحب برج ايه بس قولي؟
معرفش. طب انت برج ايه؟ انا معرفش برج. يا برج يعني ايه؟ ماشي. طب انا برج، انت برج ايه؟ قولي. مش هقول. لا انت عارف. مش عارف. لا انت عارف يا كوكي. مش عارف. خلاص عارف. طيب هقول. انت برج ايه؟ دور. اوه يا جماعة عمر ابني يعني ذاك الشبل من هذا الاسد طلع عارف برجه. انت عارف you are the most attractive cutest ever. طيب برج الدلو يا جماعة is the most attractive طبعا عشان ابني حبيبي وانا عنصرية طبقية. طيب انا مش عارفة طبعا يا جماعة اشوف الاسئلة عشان هي كتير جدا والبتاع عمال بيجري مني فمن الاسف مش عارفة اشوفهم. سوعدكم ان انا هقعد ارد على قد ما اقدر على الاسئلة. اعملوا منشن بقى لاصحابكم الذين يعني عمر حرام عليك اللي ليهم علاقة بالابراج اللي انا قلت عليهم ان هم the most يا عمر the most attractive. شكرا ولازم اقفل دلوقتي حالا. Thank you. Don't you dare.